كان مشاهدين في قناة الشعب صحيح تليفون برا تنقروا مع قدرنا مشاهدين في قناة الشعب قناة الشعب مرحبا بكم في هذا البث المباشر في مدينة الدار البيضاء. حادث سير ما بين دراجة نارية وواحد السيارة هنا بالقرب من محطة القطار الميناء، يعني وصاحب الدراجة النارية هرب وخلى صاحبه، يعني هربوه، هما كانوا ثلاثة البلايص هربوا وخلاو صاحبهم هنايا، تم النقل ديالهم من طرف سيارة الإسعاف. يعني هربوا خلاو صاحبهم مصاب، يعني هربوا، يعني هذه السيارة، يعني الحالة ديال السيارة هي ضربات في البالفيز والمرايا والباب ديالها، فصراحة هربوا خلاو صاحبهم، واش ما عندهمش أوراق الدراجة النارية، واش مبحوث عليهم، هما كانوا ثلاثة ديال الأشخاص.